تحول الأولمبياد الخاص الإماراتي إلى منظمة مستقلة عام 2017 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبرئاسة فخرية من سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل هيان وعضوية الجهات المعنية. وتهدف المنظمة إلى خلق بيئة رياضية تناسب الرياضيين أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية، بالإضافة إلى دعم أسرهم من خلال الدورات والمحاضرات المتخصصة. تتولى المنظمة مهمة تمكين الرياضيين أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية من خلال توفير التدريب المناسب وتنظيم المسابقات المحلية والعالمية لهم، بالإضافة إلى توفير الفحوصات الصحية الدورية وإشراكهم في المسابقة الدولية للأولمبياد الخاصة.